مساء الهنا والسرور عليكم وعلى كل حبايبكم وعلى كل بيتفرجوا على سي بي سي سفره. النهارده عامل لكم تورته حلوه قوي، تورته مملحه. من الاخر هي تورته سوشي. بدل ما ناكل كل واحد سوشيهايه، احنا هنعملها زي كيك. اللي هنستعمله فيها او تورته يعني، اللي هنستعمله فيها طبعا هنستعمل سالمون مش مستوي، فيليه. انتوا عارفين الفيليه بنجيبه ازاي، بنقطعه بالطريقه الصغيره قوي دي. عندي رز سوشي، اهم حاجه فيه ان احنا نكون نقعيه لمده ساعه، وبعد ما نقعه لمده ساعه هحكي لكم هو ده بقى اللي منقوع وده اللي مش منقوع، ده رز السوشي. لو ما فيش رز سوشي استعملوا الرز المصري بتاعنا العادي، برضو هننقعه لمده ساعه من غير غسيل زي ما هو كده، وبعدين هتشوفوا هنتعامل معاه ازاي. عندي اربع افوكادوهيات، عندي الورق النوري الجميل ده، عندي سكر سمسم، زيت سمسم، خل رز وبس، خلاص وخلصت كده الحكايه، مش عايزين حاجه تانية. اوكي نبتدي بقى الاشياء. اول حاجه الرز، بعد ما انا نقعته لمده ساعه هقوم حطاه في الميه اللي بتغليه، ومع الميه اللي بتغليه هحط زيت السمسم وهحط السكر وهحط ملح. زيت السمسم، سكر وشويه ملح، ونقوم نازلين على طول بالرز اللي احنا كنا نقينه لغايه لما يستوي، ياخد تقريبا 10 دقائق. اوكي كده اهو، هنسيب دول كده هنا ونيجي هنا اهو. وعندي كريم تشيز، جبنه كريميه، ودي مهمه جدا، هتفهموا ليه مهمه بعد كده. فهو كريم تشيز وسمسم، وعندنا الخل بتاع ده زيت السمسم. هنحط كده زيت السمسم على السالمون بتاعنا، ونيجي بالسمسم زيته نحطه كده هنا، ونكمل زيت السمسم ونقلبهم تقليبه ونسيبهم على جنب. كل الحاجات هتبقى تحضيرات تحضيرات، وفي الاخر زي اي كيكه زي اي تشيز كيك وبتاع، بنحضر حاجات وبعدين كله ايه بيتحط على بعضه. اوكي الرز ده خلاص، ايه ده كده خلاص، وده ممكن نحطه هنا. ودلوقتي نبتدي ايه نحضر الافوكادو. نجيب كده سكينه محترمه، يتقطع كده من النص، وبعدين بالسكينه نيجي كده اهو ونشيلها. طبعا القلب ده القشره بتاعت الافوكادو نفسها، ودي مش بتحصل كتير يعني، بتحصل ساعات، بس اهم حاجه ان احنا ايه نشيلها، مش عايزين اي حاجه تضايقنا. فالحكايه سهله، وبدل ما نقعد نلف كل واحد ونفضل نعمل السوشي ونجيب الحاجات ونقعد نلف واحده واحده واحده، دي بتسهل الدنيا قوي. ودي برضو من الحاجات اللي ممكن نعملها واحنا قاعدين في الويكند، ما بتاخدش شغلنا في شغلها خالص، وايه طعمه اخر طعامه. بالنسبه بقى للبذره بتاعه الافوكادو دي، منها ممكن نعمل شجره بمنتهى السلاسه. ازاي نعملها؟ هنحط دبوس هنا ودبوس هنا، بتمسكوا الدبوس كده فيها هنا وهنا، وتيجوا على كوبايه صغيره تقوموا ماسكين الدبابيس على بق الكوبايه كده من فوق، وميه يا دوبك من تحت، وسيبوها كده لمده اسبوع، هتبتدي تنزل من تحت روتس اللي هي ايه جذور. سيبوها كمان اسبوعين ولا حاجه لغايه لما الجذور دي تكبر، ساعتها نقوم واخدينها وحاطينها في الطينه او في الارض، وتبتدي بقى تطلع لنا شجره جميله جدا، ويبقى عندنا الافوكادو بتاعنا فوق السطوح في البلكونه في اي حته. اوكي اهي، بس قلنا ايه نقول لكم تريك صغيره كده وبتنفع. في كذا طريقه بقى لتقطيع الافوكادو، انا عايزاه يبقى زي ترانشات كده، نعمله كده واشوفه بعدين هنشيله ازاي. ودي اختها، دي جميلة.
ونجيب بقى معلقه نقلب تقريبه للرز. نجيب معلقه هنا ونبتدي نشيل الافوكادو كده من الجنب. هتلاقوا الحكايه طلعت معاكم بمنتهى السلاسه. المهم ان انا رحت ومسكت انشف افوكادو هيا عشان اوريها لكم. بس اهو وهو بيبقى ناشف بيتكسر، بس يعني ما علينا، انتوا شفتوا الفكره وعرفتوا الحكايه اللي واحد ازاي ينضفوا الافوكادو، او ان احنا نقشرها وبعدين نقطعها. ات اول ديبيندز على كل واحد وعلى حسب البريفرنس بتاعه يحب يعملها ازاي. بالنسبه بقى للكميات، انا عايزه تقريبا نص كيلو، من نص كيلو ل 600 جرام فيليه الظريف ده بتاع السالمون، واربع افوكادوز، وتقريبا 360 جرام او يعني كوبايتين او كوبايه ونص رز. اتفقنا ان لو مفيش رز السوشي ممكن جدا نعمله بالرز المصري بتاعنا العادي. من اكتر الحاجات اللي بتبقى دمها تقيل قوي هو الافوكادو لما يبقى ناشف، ونحاول اهو. بس طبعا واخر واحده نروح نشوف اخبار الرز ايه. طبعا الرز ما بياخدش وقت كتير في السوى، لان احنا كنا اوريدي حاطينه لمده ساعه في الميه عشان يستوي. دلوقتي رزنا خلاص استوى، حصف فيه والمفروض ان احنا نستناه لغايه لما يبرد. لما نستناه لغايه لما يبرد، لما نيجي نخلطه بقى مع الجبنه الكريميه، وهو ده بقى التركايه اللي عندنا، ينزل الميه بتاعته كلها. شكرا ليكم. نحطه هنا. ونحط عليه على طول الجبنه الكريميه بتاعتنا. ننزل على طول بالجبنه ونبتدي ايه نخلط الجبنه مع الرز بحيث ان هو يبقى ستيكي اكتر لما نيجي نفرده في الحله بتاعتنا. هتشوفوا انا عماله بسبق الاحداث ليه. يا سلام. لما انتوا تيجي تعملوه استنوه لغايه لما يبرد، اوكي؟ ما تعملوش زي كده وهو سخن. السوشي دايما الواحد بيستعمل الحاجات فيه بارده. نشيل كده الشاي بتاعنا ابو نعناع الحلو ونبتدي نشتغل في تجميع الكيكه بقى. لو عندنا، لو احنا ناس بقى ربنا مدينا وعندنا بطارخ او كافيار اللي هو البرتقاني ده نفس اللون ده، ممكن الطبقه الاخرانيه نحط شويه من الكافيار ده، طعمه بيبقى رائع. اول حاجه هنبتدي بيها هو النوري. نقفل ال يعني بنحط كده في الحله بتاعتنا كده من تحت. ونبتدي باول لاير من الرز. اتفقنا لما الرز يبقى بارد الحياه هتبقى اسهل كتير جدا في الشغل. شايفين ازاي يقوم عامل على طول زي رز السوشي كله ملزق في بعضه. اهم حاجه الحاجه تبقى ايه متساويه لما نيجي نعملها، نضمن ان كله يبقى بالاسلوب ده.
نقوم على طول نازلين بشوية أفوكادو كده. لا دي لازم اقطعها حتتين عشان عريضه، هتبقى انا عايزه الكيكه كلها تبقى متساويه. شويه افوكادو هنا، انا عايزه سكينه، تعالي سكينه انتي لسه نضيفه كده. ومنزلين على طول بشويه سلمون برضو كله. وزي ما اتفقنا ان الاكل مضاد، يعني السوشي ده اساسا ما كانش موجود عند الناس اليابانيين. يعني الواحد لما كان يروح زمان اليابان، ده بعرفهم الناس كانوا عايشين في اليابان، ما كانش في حاجه اسمها سوشي، اصبح موضه وطلع غالبا من نيويورك. يعني هما طبعا عاشقي السمك، يعني هما بيشتروا واحده تونه ممكن يدفعوا فيها لغايه 100,000 دولار تونايه، وفي ساعتها بتتباع، وبيجيبوا كده بالمعلقه، يعني ما بيسيبوش نقطه في التونه الا لما بياكلوها، اللي هي البلو فين تونه، هي اغلى تونه يعني. ف السمك بياكلوه هم كده عادي نايه، بس فكره السوشي الرز اللي بالبتاع ده تالي هو بدا في نيويورك. ونعمل لاير ثانيه من الرز انا. انا هبقى محتاجه رز زياده ولا ايه؟ شكلي كده هبقى محتاجه رز زياده، انا استعملت صينيه كبيره شويه. هحط اخر، هعمل لاير تاني، انا هلعب كده اهو. بس انتوا يعني ايه لو استعملتوا طاسه حله اصغر من دي او صينيه الدنيا هتمشي معاكم حلو ان شاء الله. بس برضه هشوف في الاخر شكلها هيبقى حلو قوي وطعمها اجمل. خلاص كده ونبتدي نحط اخر لاير رز، نحاول بقى نحطها في كل حته شويه الرز دول، وهتلاقيه بيفرد معاك ومفيش مشاكل خالص. بس عايزه يمسك هنا شويه واخر لاير خالص. المفروض بقى الرز يبقى مكبر الحته دي، معلش سامحوني انا كنت كريمه شويه في الرز وانا بحطه من تحت كده. وبعدين ننزل باخر لاير السلمون يقوم مغطي لنا الصينيه كلها. يوم 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 يوم. وزي ما اتفقنا لو عندنا شويه من ال انا قلت لكم ايه، البطارخ الحمراء الحلوه دي نحطها عليها وناكلها بألف هنا وشفا. نستنى كده عليها شويه، وحتى من غير ما نستنى، مش عايزه ابين اي افوكادو اي حاجه، بس يعني احنا عارفين اتليست هنبقى عارفين احنا بناكل ايه. اهو ناخدها كده هيلا بيلا. ناخدها كده ونجيب طبق، عايزين طبق ما جبناهوش ده. طيب بصوا احنا هنطلع فاصل ونرجع، هجيب الطبق وافردها وافتحها قدامكم ونعمل الحاجه الثانيه. عاملين حاجه حلوه قوي ان شاء الله هتعجبكم، عاملين لكم شكلمه بالشوكولاته. اشوفكم بعد الفاصل. اهلا بيكم معنا مره تانية في الحلقه اللطيفه بتاعه السوشي كيك. اهو السوشي حطيناه في الطبق، نجيب سكينه كده صغننه ونطمن ان الجنابه طبعا احنا مش عاملين لها ولا اي شيء، ولا بيكنج ولا طبيخ ولا اي حاجه، مثل كل الحاجات ماسكه في بعضها. حلو قوي كده، ونيجي نفتحها كده من هنا ونشيلها وتبقى سوشي كيك
جميله جدا 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 جدا، ان شاء الله تعجبكم. حاجاتها سامبل، ما فيهاش اي لخبطه ولا اي حاجات، طعمها فعلا هيعجبكم. كل واحد ياخد له كده شي شقفه شقفتين وياكلها. تاني حاجه هنبتدي بيها، الطف واسهل حاجه من الحاجات الحلوه اللي احنا بنعملها في الفرن، ايه هي؟ الشكلمه. انا زمان كنت بفتكر انها حاجه صعبه جدا والواحد ازاي هيعملها، بس طلعت من الطف واسهل الحاجات. عملناها قبل كده مع بعض في بالهنا وهنعملها تاني النهارده، بس علشان الفكره الجديده ان احنا بس ندبت في الشوكولاته، نحطها في شوكولاته، مش بس ده، هنحشيها لوز كمان او بندق اللي انتوا عايزينه. فانا عندي هنا جوز هند، وعندي لبن مكثف، انا هحط اللبن المكثف معاه بياض بيضة وشوية فانيليا، ونقلب قلب 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 قلب. ونقوم جايين نازلين حاطين الحاجات دي هنا، وكله يتقلب مع بعضه. خلاص خلصت كده الشكلمه. شفتوا؟ دي الشكلمه العاديه اللي اي حد ممكن يعملها، من ولادنا، من اجوازنا، من اولادنا، كل اي حد ممكن يعملها. نضمن بس ان يكون اللبن المكثف المحلى دخل في كل جوز الهند، مش عايزين جوز هنديات لوحدهم، عايزين هند تبقى مع جوزها في كل حته كده. اهو هيل. ايه بقى اللي هيحصل؟ كالعاده لما نيجي نحب نقسم الحاجه مظبوط، مفيش احسن من الايس كريم سكوبر اللي هتخلينا كل واحده قد ايه. اهي الايس كريم اهي، نعملها كده، هعمل كده اهو زي حاجه في النص، نحط اللوزية بتاعتنا وبعدين نقفلها و... أوبس. ونقفلها كده مع بعض. ادخلي جوه يا لوزة بس، ونحطها كده لمدة ربع ساعة، لمدة 20 دقيقة، من 18 ل 20 دقيقة على درجة حرارة 180. وبعد ما تطلع هتطلع شبه الشكلامة اللي جنبي دي. ايه اللي هيحصل بقى دلوقتي؟ يبقى عندنا تشوكلت شيبس نسيحها مع شوية كريمة، او نسيحها هي كده لوحدها ونحط لها شويه زبده في الاخر، ونيجي كده نقوم يا ساده يا كرام عاملين ديب لطيف كده، هوب، ونحطها كده. وبكده خلصنا الحلقه، خلاص خلصت. اسهل والطف واكتر حاجه مختلفه حكايه السوشي كيك دي، هتعجبكم جدا جدا، يا ريت تجربوها. والشكلامه ملوز من جوه وشويه شوكولاته على الوش، هتعجبكم جدا جدا برضو. يا ريت اشوفكم في حلقه تانية باذن الله. استنونا وقولوا لنا ارائكم على الحلقه دي، واسيبكم بالف خير والف عافيه وامان يرفع.